100% اليوم قدام المحكمه انكور اون فوا في جلسه الاستئناف نتاع علي موجودين الاولاد الكل كالعاده. شنو تستناو بالضبط وشنو انتظاراتك؟ والله كيفي كيك لايك الاولاد الكل، معناها نحن حضرنا وقت اللي علي عارفينه، معناها ماهوش مروح، معناتها كما نقولوا اليوم نحن بقدره ربي، معناها كلي هكا بريسك متاكدين معناها باش يروح وكذا ياخذ صراح نتاعو، سي نورمال باش نجي ونحضروا وقت تشوف الناس الكل فرحانه، فهمتني؟ وان شاء الله تمشي كيك الحكايه خويا، ما يعملوناش حكايه اخرى، فهمتني؟ وهذاك اش حبيت نقول انا، معناتها وقفنا اليوم الناس الكل فهمتني نحبوا نروحوا بعالية ان شاء الله وربي يسهل. اللي صار في المحكمه الابتدائيه نتاع بن عروس تنساه صفحه تطويت كيفاش بدا؟ مستحيل مستحيل، على خاطر برشا كلام يوجع فهمتني تقال، وبرشا سب برشا غاز ساعة فهمتني بر كل شيء ما يعرفوش وكا وخويا نورمال مع الايامات تو واحد ينسى، اما صعيب برشا فهمتني. المهم خويا روح عليه تو وكا وكا كلا يعني جيك انت دخلت في ما يسمى بنظرية التصعيد باش يروح عليه، فسر لنا قبل الاغنية اللي عملتها معناها باش يروح عليه. الاغنية اللي عملتها مشكلة لزيت شوية كلا عليه باش يروح. عندك حاجة أخرى تحب تقولها؟ عليه مروح معناها أنا مولدي. دونك قيس اليوم فما سوليداريتي أونتر لي رابور وكلهم موجودين براتيكمون في البروسي نتاع 15، شنو هي الميساج اللي تحب توصله أترافير بريزونس نتاعك اليوم؟ والله هوني هنا يظهر لي الوقفة الصحيحة لازمها تكون موجودة، صحيح في المحكمة تو لازم يكونوا موجودين وإن شاء الله يخرج في 15، أما سورتو اللي هو بعد المحكمة لازم تزيد الرجال الناس الكل تقف مع بعضها، ولازم أنا نسيت دونك كيف هذايا ما عادش يصير جملة معناها وكا هاو معناها حكاية كيف هذه لازمها صارت توا وتحطينا في قالب، أما ما عادش لازمها تصير وكا هاو. دورينا فون كل واحد يقرأ حسابه على برشا حاجات وكا هاو، أما الكومبا كونتينيو وكا هاو. اليوم مرة أخرى أيمن أنت هاك موجود مع الأولاد الكل كيما في محكمة بن عروس، موجودين اليوم الأولاد الكل قدام محكمة الاستئناف، شنو تستناو بالضبط؟ شنو هي انتظاراتكم؟ والله نستناو جيس أنهم كي ستراتراب فهمتني بارابور على الفوت اللي عملوها، ونورمال معناتها يلزم الأغلاط تصير باش نتعلموا ونقدموا فهمت؟ دونك احنا لي جوج وكل شيء سون تران دابروند لا ديموكراسي، دونك يفو كو سوا تيتا تي نعطيهم زاده فرصه لهم هما باش يتصلحوا، ومن حسن الى احسن، واحنا اللي حاجتنا به اليوم باش نروحوا عليه بقدره ربي، وباش الشعب يشيخ والشعب يعطي ثقه زاده في الحكومه ويفهم معناتها، وهما بيدهم زاده يعطي فينا ثقه باش نوصلوا نتعداوا المرحله هذيا. On pense à autre chose qui sont beaucoup plus importants que ça. خاطر قضية نتاع اليوم راك تشوف الدنيا كل جات والعالم كامل هبطوا، خاطر قضية ديبيل فهمتني كيفاش. دونك فو ميو كي فيان بور اوت شوز كي سي بوكو بلوز امبورتون كو سا. سي فري كو ليبرتي ديكسبرسيون اي تري امبورتون، مي نورمالمون الحاجة هذي راهي صارت من الثورة معناتها، البريود تاع الثورة لو 14 جانفي عملناها الحكاية هذي، دونك توا نورمالمون نحكيو على حكاية أخرى أقوى فهمت. اليوم إن شاء الله بقدر ربي نروحوا عليه وجماعة الكل فرحانين. قدام المحكمة كالعادة وقضية ولد الكنز كالعادة معنا الأخوين شوقي دونك مدو وخالد بحريز. مدو اليوم انا قاعدين نضحكوا فرحانين، قلت ربي شنو تتوقع معناها اليوم؟ كي قلبي قايل لي خير، انا اليوم باش نبلعوا روحي انا وكانس ليا بها قلبي قايل لي خير اليوم باش نروحوا بالطفل ولاباس ان شاء الله، وسايب علينا من المهازل والتبلبيز هذايا والحكايات الزايده وعباد قاعد تمشي للحبس بالزايد، وسايبونا عاد سايبونا عاد سايبونا يرحم والديكم. خالد انت اليوم بعد ما سمعت اللي قاعد يصير براتيكمون صبر مرايحي وعليه ولد الكنز فرد نهار، قضايا حريه التعبير براتيكمون قاعد تتوجد وتكثر في تونس اللي هي بعد الثوره، دونك كرابور خليني نقول انا اولد سكول انسان حكيت قبل معناها، وشنو هي تنجم تقول على حريه التعبير في تونس اليوم؟ حرية التعبير في تونس اليوم حقنا ويلزمنا نفكوه ولا ناخذوه، معناها حقنا ما مازلنا ما خذيناهش، ومن قبل كيما توا بيسك انا قاعدين نراو معناها شنو يصير ولد الكنز ولا صابر المرايحي، وما عادش اسامي هي قضيه كامله معناها. مشكلتي لهنا مش على خاطر اصحابي كهو، مشكلتي لهنا عندي حق لهنا، جيت اليوم ان شاء الله يا ربي نزلت عندي شويه اسبوار في العباد الباهين، ان شاء الله يا ربي يروح هو نبدا انا خذيت حقي على روحي ونروح زاده فرحان.
معناها اليوم العباد الكل استناوا على اساس انه جلسه استئناف مش تكون العاليه وميم طون ليكم انتوما. بون طلعت العاليه كهو كالعاده انتوما موجودين تسندوا في عاليه. دونك اليوم شنو تنجم تقول وشنو الحاجه اللي تتوقعها خاصه بعد جلسه استئناف اليوم تاع عاليه اللي الكل نعرفوا الظروف اللي تعينت فيها؟ حاجه اللي نجم نقولها اللي عاليه مروح اليوم عليه باش نروحوا بيه بقدره ربي. فرحت مادام وصلت جلسة متاع استئناف ما خذتش أكثر من 20 يوم اللي نورمالمون أكثر من 20 يوم، مادام تعينت في جمعة ولا في جمعة ونص ديجا ذي بال قدام تحفونا على الله علي باش يروح بقدرة ربي. متفائلة صابرين؟ والله ما عندكش فكرة. أي حاسة باش يروح خاطر متاع شنيا باش تشدو في الحبس معناها يزي كهو لازم يروح علي مروح علي عايش. سي مختار اليوم ما تحسش فما متراكاج نتاع قضايا راي عام وحريات اللي هما خاصة قضايا الحريات وحرية التعبير بعد ثورة؟ معناها شنو ينجم يكون تعليق إذا كان نوصلوا في نهار عندنا زوز قضايا فرد نهار، واحدة متعلقة بالابور وواحدة متعلقة بمن شارك في أحداث الثورة. أنا اللي قلقني أكثر هو التعامل اللي قاعد يتم مع الصحفيين وحرية الإعلام مش فقط في المحاكم بل أيضا في الشارع. وقت اللي نشوف الصحفيين والمدونين واللي عبروا على رأيهم بأي طريقة يتعرضوا للعنف ويتعرضوا أمام العموم وأمام الناس كل وأمام السلطات العمومية وما يتمش تتابع حتى حد، فأنه هذا مخطر لأنه ما زلنا ما وصلناش للقضاء. بالتالي مسألة الإفلات من العقاب اللي قاعد يتمتعوا بها الناس اللي اعتديوا على الإعلاميين راهي مسألة خطيرة، وما دام ما زالت الإفلات من العقاب مستمر فإنه حرية الإعلام لن تستقر. المسألة الثانية وأنه فعلا هذه الإحالات على المحاكم اللي قاعدة تتكرر بسبب أو بدونه خطيرة، واللي أخطر منها الأحكام اللي قاعدة تصدر من طرف قضاة اللي في كثير من الأحيان ونقولها وكنت نقرأ في حكم اللي هو فضيحة من الناحية القانونية. وقت اللي يقوم حاكم يقول اللي المرسوم عدد 115 اللي اصدر بمقتضاه الحكم اللي كان مفروض أن يطبق عند الحكم على ولد الكنز راهو غير قابل للتطبيق ما لم يصدق عليه مجلس النواب، فانه هذا امر خطير جدا لانه هذا المرسوم قانون من قوانين الدوله منشور في الرائد الرسمي واجب التطبيق. غريبه كيفاش يقوم قاضي يقول لا انا ما نطبقوش وهذا موجود وهذا مش لاحظوه امام محكمه الاستئناف، وهذا اللي يخلي وانه اليوم نقولوا هذه الاحكام اللي قاعده تصدر اولا تصدر بطريقه غير سليمه من الناحيه القانونيه وتصدر في محاوله واضحه لارضاء السلطه اللي تحب تضرب حرية الإعلام، لكن هذه قاعدة تعطي في المفعول العكسي اللي نشوفوه الآن وأنه تضامن الشعب التونسي مع الإعلاميين وتضامن الشعب التونسي مع حرية التعبير وتضامن الشعب التونسي مع المدونين حاجة قوية. اللي الشيء اللي نشوفوه أمام المحكمة الآن واللي سمعناه والتعليقات اللي سمعناها بعد الحكم على كانز يطمننا على أن الشعب التونسي مش يتخلى على حقه في حرية الإعلام وحقه في حرية التعبير. معنا أنيسة داود اللي هي أقصر مسرحية معناتها في البلاد التونسية. دونك أنيسة أترافيغ البريزونس نتاعك اليوم في لافير ولد الكنز شنو هو الميساج اللي تحب تعديه؟ أبسط حاجة أني المحاكمة هذه محاكمتنا الكل، محاكمة التوانسة الكل في حريتهم في التعبير ومحاكمة الفنانين الكل في حريتهم في الإبداع. ونحب من نقول بحضوري اللي ما فماش فرق بين رابور ولا مسرحي ولا جورناليست ولا تونسي عادي يبدي في رايو، واللي مش على خاطر جوستومون هو شاب ومن جهه شعبيه ويستعمل زعما في اداه تعبير ماهيش نظيفه ولا ماهيش بولي ولا ماهيش متربيه اللي لازم نحاس ساعه. اول حاجه الفن وظيفه الفن انه يكون مش متربي سورتو في الوضع اللي نعيشوا فيه هذايا، ولذا خدمه ولد الكنز واللي رابور اجوردي حاجه صحيحه برشا وفي قلب اللي قاعدين نعيشوا فيه. وثاني حاجه ما همش باش يرجعوا ينجموا يفرقونا كما قبل، هذايا علاش نحاول انا معنا بوجودي ووجود برشا عباد موجودين هوني نحاولوا باش نقولوا رانا لحمه واحده وراهو ما فيهمش ولد الكنز رانا الاف. والله زعما هذا ميساج خاطر يلزم ما فيها حد شيء معناها يلزم نقفوا معناها حتى تحب بمنطق اللي تحب انتم السابقون ونحن اللاحقون. تحب معناها اللي ما جاش اليوم نجم يكون راهو لازم يخاف على روحه زاد شويه خاطر راهو ما يقولش راني انا لا مانيش مناسي راهو كلها باش تجيك انت يمين راهو باش تجيك في اليد الاخرى شويه تعمل كاميرا بساقيك معناها بالحق راهو لا برك تعرف انت يمين انا عشنا بعدنا قبل
2011 وجربنا بن علي معناها بن علي فدلك مع بن علي ها قريتني انا قديش غنيت كونتر بن علي عمره ما شدني عامين صاحبي حبس هنا بن علي بن علي تسمى في اللغه هذه بايرن برشا عباد باش يلوموا علينا يقول لك اسكو انتم اليوم قاعدين توصلوا في مساج نتاع كي كنا تحت بن علي خير لا انا ما كنتش تحت بن علي خير اما نحكي رياليتي مع بن علي عمره ما شدني عامين حبس بورتون راك تعرف قداش سبيته معناها رياليتي معناها بن علي ما مسحت بيه القاعه معناها حتى 2011 وعمره ما شدني شدنيش مره في حياتي عمره ما شدني هاك انت معارض في 2011 بخلاف الترايح وكل الحكايات هذوك جيش مره حتى في بخلاف معناها واضحين اللي تشدوا معناها ثم ضيف ثم كل محاكمات كل معناها في التوب السياسية شنو هذا صحيح بغنية راه كبير معناها راه سيفور راه شيء كبير معناها العباد مازالت مش فايقة يعني خاطر يمكن زاد خاطر برشا عباد ابري 2011 بداوا يشوفوا في السياسة في العالم تاع السياسة مش فايقين بالجرافيتي تاع الحكاية مش فايقين راه معناها تحشينا على الاخر معناها كان باش يكملوا هكا ولا بالرسمي راه معنا غازي مرابط اللي هو المحامي اللي تابع قضية ولد الكنز من بدايتها من أول شهر مارس من وقت خرجت أول برقية تفتيش في حق علي اليعقوبي. اليوم غازي العبيد الكل تتسائل يعني تعيين جلسة الاستئناف في الوقت القصير هذي والعبيد ما كانتش في بالها للمعلومة يعني متأكدة اللي هي نهار 25 جوان وتم تأكيدها نهار الاثنين. في خضم هذي الكل اللي صار شنو هو التفسير اللي تنجم تعطيه أنت للناس؟ احنا المعلومه كانت عندنا ما كناش حبيناش نعلنوا عليها على خاطر اجل الاستئناف مازالت مفتوحه النهار الاثنين البارح فات اجل الاستئناف اعلنا عليها اليوم باش نترافعوا في القانون عمرنا ما سايسنا القضيه وانت تعرف امين معناها من الاول وكان شرطي الوحيد انا بعد الاتصال بيا من طرف لجنه المسانده للدفاع على ولد الكنز انه ما نسايسوش القضيه ما نخليوش حتى حزب يستثمرها معناها سياسيا لكن تحولت القضيه نتاع ولد الكنز بصدور الحكم الابتدائي ضده الى سجين سياسي تحول ولد الكنز الى سجين سياسي وهذا خطر كبير ياسر احنا باش نحاولوا اليوم نقنعوا المحكمه الافراج عنه باش نحاولوا نقنعوا المحكمة بإصدار حكم بعدم سماع الدعوة في شأنه نقعدوا متفائلين اللي عنده شوية معرفة قانونية معناها ويقرأ الملف يرى اللي حتى نص قانوني ما ينطبق على قضية ولد الكنز على أفعاله ربي معاه ربي معانا احنا جاهزين غازي مشكلة اللي زيد شوية كي نقولوا نعطيه توصيف سجين سياسي لا بالعكس التعريف نتاع السجين السياسي هو كل شخص يدخل من السجن معناها يحاكم من اجل فكره من اجل حريه التعبير اللي قام بها اليوم على اعقاب ما تقعدين نستناو في جلسه الاستئناف اللي هي نورمالمون نصف النهار شنو هي انتظاراتكم كهيئه الدفاع؟ السيناريوهات كلها متوقعه احنا باش نرافعوا ماناش نطلبوا التاخير جاهزين عندنا مؤيدات باش نقدموها باش نترافعوا في القانون المحكمه لازمها تسمعنا ولد الكنز لم يتمتع بمحاكمه عادله لدى المحكمه الابتدائيه كنتوا حاضرين انتوما كنتوا شفتوا كيفاش القاضي معناها لم ياخذ بعين الاعتبار المؤيدات اللي قدمناهم مصرح بالحكم جلسه ان شاء الله المحكمه هذه تكون متفاهمه اكثر وكهو شكرا عايشك غازي وبون كوراج مظفر السؤال الوحيد اللي يجي بديهي معناه كي نشوف كان اليوم لهنا ما بين رديف 2008 ما بين محاكمتك انت ايقافك انت واليوم شنو اللي تبدل في تونس؟ نجم نقول لك اللي هي نفس السيتياسيون اما ولد الكنز البرة معناتها كان في 2008 وانا في الحبس توا ولد الكنز في الحبس وانا البرة ولد الكنز وقت اللي سب البوليسيه قال البوليسيه كلاب راهو عنده الحق ها باش نقول لك علاش خاطر في 2008 عذبونا في 2008 دخلونا الحبوسات عملوا فينا برشا حاجات ما نظفوش رواحهم جوسكا اجوردي معناتها كان جو بوليسيه بار اكزومبل نظفوا رواحهم ولا نولوا نجموا نحكوا فيه الموضوع انهم كيسيون ماهمش اما مادام مازالوا هما بيدهم نفس اللي يعملوا في الممارسات القديمه مازالوا موجودين اليوم دونك ما نجموا نقولوا كان معناتها ما تبدل حتى شيء ورانا مازلنا واقفين وكان يحبوا يدخلونا الحبس الكل الحبس نعرفوه وماناش خايفين منه مي لي زارتيست اللي حضروا اليوم معناتها بوغ سيبورتي ولد الكنز فما زاد بديعة بوحريزي دونك بديعة اترافيغ تا بريزونس اليوم لهنا سي كوا الميساج تو شيرش ا باسي بروميي ميساج سي ان انديفيدو دو بلوس كهو ديجا عابد معناتها كيما العباد الكل و
والثانية اللي معناتها واحد يخمم بالرسمي ياسر العامين حبس واللي معناتها مش موافقين كهو معناتها اللي مش نسيبه وتنجم تولي حرب معناتها مش فورسيمون احنا مانيش معناتها حرب الفيزيك والحجار الواحد حرب من نوع اخر اما تنجم تولي حرب. وإذا كان قاعد يصير ديجا ترافير لي شونسون راب اللي خرجوا بعد معناتها ما تحكم على علي بعامين شفنا تصعيد من لي رابور تشوف انه ماشيين نحن في ثنيه باهيه فيما يتعلق بحريه التعبير ولا ماشيين في ثنيه خايبه؟ هما قاعدين كما يقولوا حوامي يجسوا معناتها ما يظهر لي باش يفهموا في ساعه قاعدين يفهموا في ساعه في ساعه اللي معناتها الجلسه يلقاو الناس صحاح شويه ومازال يظهر لي مازال ما يعرفوش خاطر العباد اللي هبطوا واللي خرجوا واللي حرقوا المراكز واللي عملوا الحكايات هذوكم هما بيدهم اللي كي سون ريبريزونتي باللي رابور اللي هما قلوبهم احجار اللي هما ترام في الفيراجات اللي هما كي يضربوا ما يخافوش فوالا دونك رد بالك مع شكون تلعب معنا. دونك عايشه اليوم موجوده قدام محكمه الاستئناف قبل كل شيء تسنت في صابر المرايحي ولا في علي يعقوبي ولد الكنز؟ نسنت فيهم الكل سونز اكسبسيون اما اليوم بيسكو فما شو اسمه ولد الكنز دونك هوني نسنت في ولد الكنز ومانيش متحركين من هوني و جو سوي با لا سول دايوغ فما برشا عباد وبرشا فنانين وبرشا سياسيين و سا في بليزير دونك فوالا قلتو مقبله باش نعاود نقولو يا جماعه ما لازمناش نخافو راهو هذا كله ما يعملوا فيه باش نخافو هذا هي لا كومباني دو تيرور اللي نسمعوا بها ليها قداش هانا فيها توا ويبداو ديما بليزارتيست ويبدا ديما بالقمع ويبدا بها بالخوف بشويه بشويه اللي يجي باش نهار باش يتكلم ولا يحل فم ولا يعمل اي حاجه يسيلو كيما ولد الكنز دونك اوتوماتيكمون يولي يخاف وحدنا وحدنا كيما احنا نسيت توا نجيو باش نخرجوا من الدار نضربوا 20 مينوت قدام الكلاس نخموا شنو باش نلبسوا في الاخر نلبسوا حاجه هكا نخافوا بور ايفيتي هكاك بتيت ابتي لين بعد نخرجوا بواحد. عايشه انت حكيت وقلتي حبونا نخافوا معناها اليوم بالنسبه لك انت وصلوا خوفك؟ خاف على حريه التعبير؟ اي بيان سور بيان سور نخاف على حريه التعبير وحريه الابداع سي نورمال بيان سور كما نخافش انا شكون باش نخاف شكون باش يخاف فنانين لازمهم يخافوا لازمهم يقفوا توا لازمهم يتكلموا توا لازمهم يسكتوا معناتها سي مانتنون و جامي فهمت بار كيلكو زارتيست عايشه بارك انت بايرم وشويه اللي هما اصحاب ولد الكنز موجودين ما شفناش اللي فما فريمون معناتها اون بريزونس ماسيف نتاع لي زارتيست دونك بشنو تفسرها؟ ما انا بيدي ما فهمتش الحكايه بورتون معناتها على الفيسبوك ديما نكتبوا ديما نبارتاجيو ديما ديزون ريقنا شيح ما نعرفش بتيتخ لاهين بتيتخ توا خاطر بون لي كوميديان لاهين في لي تورناج نتاعهم انا نقول لا نوبيش با لوتخ معناتها كل حاجه في بلاصتها وينكم 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 رانا محتاجينكم رانا حاجتنا بكم راهو كان لازم كل يوم نهبطوا للشارع راو كان مانيش باش نسكتوا كان مانيش باش نسكتوا توا رانا مشينا نزمروا ولا المساج هو انه حريه التعبير هذاك مفروغ منها مقدسه لكن حريه التعبير في الفن ما عندهاش حدود حريه التعبير في السياسه عندها قوانين ثم اخلاقيات في الفن حاجه شخصيه جدا وحاجة ما عندهاش حدود والحدود ما يقررها كان المبدع بيده مبدع بيده هو يقرر اش يقول واش ما يقولش لانه وكان تجي تلوج فك الفن الشعبي القديم اللي يقولوه في الحكم ثم اغاني نعرفها انا صغير كنت نغنيهم وثم حاجات ما تصورش قداش فيها في الحق والحق معناتها كنا نغنيهم بين بعضنا ونحكيهم وكل واحد شلقاه جديد هذا تبع تراث لكن ثم الناس تختار في اي مكان تقوله تختار في اي وين يتروج وكل شيء وحتى الاماكن تاع الترويج هي بيدها تعرف تختار على روحها ما ثماش منع وما ثماش حبس مش معقول انا نجي نحكي نتكلم تحكم عليها بالحبس انا سيدي حتى بسيكوام اللي سبني انا دفعت عليه عنده الحق يتكلم هو عنده الحق يعبر برا سب ميسالش ما ولا كلام خولة نهارة المحكمة الابتدائية نتاع بن عروس وقت الحكم اصدر يعني على ولد الكنز اللي هو بعامين انت كنت موجودة وتضربت
اليوم في الاستئناف انت موجوده باش تساند ولد الكانز. دونك شنو انتظاراتك؟ جيسبر بيان كو يسرا غولاشي وان شاء الله. معناها الناس الكل ديجا معناها جايين كل شيء حاطين في مخاخنا لولد الكانز يسرا غولاشي ان شاء الله. معناها نستناو في حاجه باهيه. نستناو في حاجه باهيه. جيسبر بيان كو ما تصيرش كيما صارت نهار الجلسه نتاع بن عروس. ونتوندي با كو باش يحكموا عليه عامين، عامين برشا على الاخر. وما يستحقهمش ولد الكانز جمله، خاطر هو قال غنيه غنى غنيه معناها عبر بها شنيا فما. معناها هو لا شد ضرب حد، لا سرق حد، لا ذبح حد، لا قتل حد، لا حتى شيء. معناها اللي هما اللي سرقوا وقتلوا كلهم مسايبين البرا، الوغ كو ولد الكانز هو في الحبس الداخل، الوغ كو ميغيت ميم با معناها باش يقعد باش يحكموا عليه عامين. فهمت؟ ناوي تاكل تريحه اليوم؟ فمش مشكلة. معناها كان ضربوني ضربوني، مش نقعد عاقلة كالعادة ما نعمل شيء، هما يضربوني نتفرج. لاباس سيب باللعب، سيب باللعب. ولد الدوس شتي دونجر اوف ريوس، دونجر اوف ريوس. حلت عينيا لقيت روحي في بلاد اللي عنده يمشي تحت الثقيل، بلاد كتاف قانون يحشي ديكتاتور، تحبوا الشعب كله خواف، حطيت لي قلاب صوني ديوني حرية التعبير. ما نقواش معايا قبل هزوا عداوني تحليل مقطع على السود وطال.